بصوا انا هقول لكم على حاجه لطيفه جدا، لانه احنا كان في بينا حديث دلوقتي انا وضيفتنا العزيزه، احكي لكم كل تفاصيله وهنقعد ندردشها مع بعض. بس انا سعيد جدا 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 ان انا اشوف ازاي العرب احنا، خد بالك عشان برضو انا ضد كلمه ايه العرب، لا هو احنا. هتيجي يقول لك مثلا الاجانب، اقول لهم يا جماعه مفيش حاجه اسمها الاجانب، العرب مش اجانب، ده احنا. ازاي احنا نحب بعض ونفهم بعض وناخد بايدين بعض، شيء رائع وجميل. فلما تشوف الفاضله السيده عهود الشعيبي زي ما حكيت لكم وهي تقعد تعمل فيديوهات على مصر، فتبقى انت قاعد ايه الحلاوه دي، الطعامه دي بالطريقه المصري بتاعتنا دي، روح يا شيخه تسلم ايدك، منورانا. الله يخليك وشكرا لهذه المقدمه الجميله، واسمح لي بس انتهز هذه الفرصه وابدا الحديث بأن أبارك للشرطة المصرية بعيدها 70، وكل عام ومصر ترفل في ثوب الأمن والأمان، وطبعا وفي ظل طبعا حماة الوطن من الشرطة المصرية، كلنا من المحيط للخليج، كلنا أمن وأمان يا رب. جزء من واحنا بنتكلم قلت لك حضرتك زوجك مصري، قلت لي حب لمصر قبل الزواج. نعم احكي لي. أنا نشأت في بيت بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني شفت أبوي الله يرحمها ناصري قومي عروبي، وأمي الله يرحمها يعني كانت تصل كل ما هو جميل بمصر العظيمة، يعني حتى كان مبدأ الثواب والعقاب والتحفيز للدراسة، كان دائما تقول لنا يلا درسوا واجتهدوا علشان نروح مصر علشان نعمل كذا. فأنت عارف ذاكرة الطفل ما تنسى طبعا، فاسم مصر يعني خلاص ارتبط بكل ما هو جميل، بكل ما هو جميل. خليني أزيدك من الشعر بيت ويمكن تضحك وما تصدقني. لا أصدق ونص. أنا أول ما تلقيت الدعوة للاستضافة في البرنامج طبعا كانت حلم، أنا ما كنتش مصدقة أصلا. احنا متشرفين بيكي والله. والله تسلم، الشرف لنا. فأول حاجة المعد قال لي انت حتبقي ضيفه على التلفزيون المصري. ماشي حلو، احنا دلوقتي تشاتنج. تشاتنج ماشي ماشي. بعدين قال لي انت حتحلي ضيفه على البرنامج ان شاء الله. ماشي ماشي. بعدين يعني لغايه دلوقتي انا ببتسم. ايوه. بعدين قال لي حتكوني بضيافه الاستاذ الاعلامي المعروف يوسف الحسيني. كشرتي على طول الغلس. لا يا هو شوف هو ما مش كشرت قوي يعني، بس انا لان عارفه حضرتك انا كنت لا 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 مش كشرت بمعنى وحش، بس انا عارفه حضرتك، انا مسميها حضرتك ثعلب الاعلام يا دين النبي، لان لان حضرتك ما شاء الله يعني محاور يا ستي. الله يخليك. مفوه. الله يخليك. والكلمه عندك حاضره، ما بتستلفش التعبيرات، انت انسان طبيعي وما شاء الله الكلمه عندك دفق يعني من العقل الى اللسان على طول. الله يخليك. فبسم الله ما شاء الله هذه ملكه من الله سبحانه وتعالى لحضرتك. نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فديت الرابعه بقى لما قال لي ان اللقاء حيكون في مسبيرو. عارف احساس جميل ده. عارف مسبيرو دي بالنسبه لي ايه؟ والله ما حتصدق. قول يا ستي. شوف، فاكر فيلم صغيره على الحب؟ طبعا، بتاع سعاد حسني. سعاد حسني ورشدي اباظه. تمام. ابيض. انا طفله لما كنت بتفرج على الفيلم ده. اي. وكنت بشوف سعاد حسني وهي بتنزل بتحاسب التاكس وتروح على مسبيرو عشان تشوف رشدي اباظه. اقسم بالله انا حافظه شكل التابلو والاستديوهات والكاميرات والنجوم، فارتبط في ذهني مسبيرو الانتيريور بتاعه يعني الجمال النجوميه. كلنا كده. والله مرتبط بالنسبه لنا مسبيرو ما انتش قد الحب يا قلبي. أيوة. ولا قد حكاياته. سمير غانم بقى الله يرحمه بقى ونور الدمرداش العظيم الله يرحمه هو خطيبها بقى وبيحاول يخش. أيوة. مسبيرو علشان يطلع بالظبط. ف ده كان الحلم منذ الصغر اني اشوف مسبيرو. ماشي. كبرنا بقى، دارت السنين واتجوزنا وفتحنا اليوتيوب شانل. أيوة. وبديت ألف وأصول وأجول في مصر، ومسبيرو هنا موجود ما تنساش. دقيت الباب أكثر من مرة،
اني اشوف لي واسطه يسمحوا لي ادخل مسبير. طبعا احنا نقدر التشديدات الامنيه لها دوافعها واسبابها واحنا نحترم القانون، لكن يعني هي في قلبي المهم بعد ما قفلت في وشي رحت حطيت اكس. الكلام ده السنه اللي فاتت. شوف والله العظيم يا غارس محبه يا حاصد محبه، يا غارس محبه يا حاصد محبه، لما تغرس الخير ما تحصد غير الخير، وعندي ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع الخير. طبعا انا احب هذا البلد الى درجه الجنون. انا بختلف مع بعض المصريين لما نشوف حد يجرح ولا يلمس من بعيد على البلد. حب مصر ملوش جنسيه، حب مصر مش لازم اكون مصريه عشان احب مصر، مصر وطن الاوطان. مصر هي البلد الوحيد بالعالم اللي تسيب بلادك وتروح تقعد فيها ما تحس انك غريب، ما تحس انك اصلا سبت بلدك. انا لي احباب في مصر هني اكثر من الكويت بلدي. انت بتقول ايه؟ ده شعر يا جماعه. طب انا لا والله انا بتكلم بجد، انا بتكلم بجد. بتحبي الفوازير؟ نعم. نيلي وشريهان والحاجات دي؟ بقول لك احنا مسبير وبالنسبه لي. وتحبي المسلسلات المصري؟ كله محفوظ. كل ده بقى؟ اه. مش بس اتصور جوه مسبيرو. Not only but also. في هذا الاستوديو العظيم. ايوه. الاستوديو اللي احنا فيه ده. ايوه. هو ده اللي اتعملت فيه الفوازير بتاعتنا. يا سلام. الفوازير شريهان. اه انا جايه لك. والمسلسلات. انا وانا داخل وبيقولوا لي يوسف البرنامج بتاع التاسعه في الاستوديو ده، فقلت لهم هو ده الاستوديو اللي كان بيخش فلان وعلان وفلان. انا اشتغلت في ماسبيرو من سنه 98، فاول دخله قلبي بيدق. تخيلي بقى وانا 47 سنه، لا كنت السنه اللي فاتت بقى 46 سنه، فجاي وقال لي ده الاستوديو اللي اتعمل منه كل المبهرات. وكاني ببدا من اول جديد. حقك. وبس طبعا مش بس الفنانين، الادباء، العلماء، صح، الازاهره. ماسبيرو ده is a great value, a great meaning. صح. It's more than a firm. It's more than a job to be done. ماسبيرو ده أنا بسميه عشرة العمر. ده حتى مننا. أنا بتكلم وأنا كويتية، فما بالك أنت يا مصريين. هو على ما يبدو إنه إخواتنا اللي موجودين حوالينا حاسين قوي بقيمه. اصل ساعات كتير بقى الحاجه في ايدك وانت مش حاسس بيها. واللي حواليك يجي يقول لك الله ايه كذا ده، ايه كذا ده. فقد كده انت بتقولي لي شعر، فانا هستاذنك نكمل كلامنا بعد فاصل قصير كما جرت العاده. نعود مره تانية لضيفتنا العزيزه. يعني كويتيه بس دي مفعمه بمصر يا اخي. السيده عهود الشعيبي. تسلم. استنونا لو سمحت. عايزه تكملي حكايه ماسبيرو؟ انا كنت هقعد اقول لك كملي لي الفيديوهات واختياراتك، بس قولي لي كملي حكايه ماسبيرو. لا ولا حاجه، قبل ما نخرج من الفاصل فبس حبيت اختم حكايه ماسبيرو معايا انا شخصيا يعني. فبقول لك بعد ما سبحان الله قفلت معايا وقلت خلاص يعني انا مش هكلم حد في الموضوع ولا هطلب حد يدخلني ماسبيرو دي. شوفوا الدور السنه. وانا كملت طريقي مع قناتي وبصور وزي الفل عادي، حلمي يفوت ولا حد يموت زي ما بيقولوا. شوف ودارت السنه واحنا دلوقتي باول السنه الجديده. صح. شوف ربنا سبحانه وتعالى يشاء العلي القدير. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يكرم البني ادم. شوف عشان في حاله اخلاص. ماسبيرو هي اللي تطلبني وماسبيرو تفتح بواباتها وماسبيرو هي اللي بتقول لي يا هلا وسهلا. ده إيه الهنا اللي أنا فيه ده؟ والله العظيم أنت ما تتصور، أنا بعيش حلم كبير والله. لا يا ستي ولا حاجة ولا حاجة، حقيقة ده أنت منورانا ومشرفانا. تسلم تسلم. احكي لي بقى الحدوتة جت معاكي إزاي إنك تقعدي تصوري في فيديوهات وتعملي القناة بتاعتك على يوتيوب وتحطي عليها الحاجات؟ في حاجات بالمناسبة ما راحهاش ثلاث أرباع المصريين، يعني جبال الملح في بورسعيد والحاجات زي كده في ناس كتير ما راحتهاش.
فانت عرفتي كمان المصريين ببلدهم اكتر واكتر. احكي لي الحدوته دي. والله شوف، يولد الابداع من رحم الحب. حلو. انا بحب مصر وبشوفها بقلبي مش بعناية بس. علشان كده الناس دايما معتبراني مثالية زيادة عن اللزوم. الموضوع مش موضوع مثالية. انتوا علمتونا اللي بيحب حد بيحبه بعبله بكل ما فيه، بالكويس والوحش اللي فيه. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. أنا بحب البلد، أبص للوحش ليه؟ أشحن الناس سلبية ليه؟ أحط العدسة وأبص للحاجات الوحشة وأقول بص، حتى لو كان عندي انتقاد أتجمل وأنا بقوله للبشر. خلي الناس تفتكرني بالصورة الحلوة. أنا ليه أكون مصدر إزعاج للناس؟ ما خليني مصدر إسعاد ليهم. ومصر فيها ما يسعد الكثير. أقول لك حاجة وأسمح لي أنا اللي أسألك السؤال ده. أرجوك. لو وقفتك قدام بستان وسألتك أنت شايف إيه؟ هتقول لي إيه؟ أقول لك شايف الشجر والورد والزهور والثمار والخضرة ده طبيعي. ممكن تجيب حد يقول لك آه لو عملت كده بين الزرع هتشوف الحشرات. يكرم السامع. فالحياة من منظورك أنت لها وليس كما تبدو لك. أنت اللي تختار تبص لإيه، وأنا اخترت أبص للجمال وأكون مصدر للإسعاد وابتديت أتحرك. المشكلة اللي أنا واقعة فيها اليوم إن أنا كل ما أظن أني خلاص بدأت أحصر مصر بقى، خلاص أنا شفت محافظات كتير وكلها كم محافظة وخلص بقى وارتاح بقى، أنا بحس إن مصر بتمط معي. بتكبر معايا أماكن كتير. ما لا تفرد. خاصة مع طبعا الكباري والأنفاق وال... فبتحس الحضارة فبتحس نعم؟ متحف الحضارة اللي مصوراه. فبتحس عارف الفيديو بتاع متحف الحضارة؟ أنا قصدت أخرج من بيتنا بالتجمع وأخذ الدائري وأخذ الوصل اللي بطلعك على مدينة الفسطاط متحف الحضارة دايركت. لا إشارة، لا زحمة، لا كلكسات، لا تلوث. بص طريق واحد، ولو وقفت عند إشارة أنا قصدت تصور طريق من أوله. شوف الطريق، ها مين يصدق أن ده؟ بصي منظورك. أنا خدت طريق وصلني من التجمع على متحف الحضارة، ولا إشارة ولا زحمة ولا تلوث. بصي منظورك. أنا هنا أقعد أفكر أما الأولاد إيه الذين التانيين اللي يقعدوا يقول لك أصلي بقى، وانا ماشي على الكوبري. أيوة. كان في كزوزه بتاعت حاجه ساقعه، تعرف كزوزه ولا لا؟ اللي هي غطا الحاجه ده، كانت محطوطه كده فراحت. اذا ربنا سبحانه وتعالى مطلع الشمس وبتسالهم بتقول لهم شايفين الشمس؟ بيقول لك لا الدنيا مظلمه. ده تتكلم معاه ايه؟ تقول له ايه؟ لا ما هو ده اللي تقول له ايه، بص الشمس واشراقها يقول لك ما هتغرب تاني والدنيا هتظلم. ايوه يا عم يعني إيه؟ لا هي كده مظلمه معاهم على طول. لا اله الا الله، حاجه غريبه جدا. عافانا الله والله. ال- 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 رد الفعل على الفيديوهات دي كان عامل ازاي؟ يعني لما بتيجي مثلا تشوفي اصدقائك وقرايبك في الكويت بتسافري وبترجعي في السعوديه في الامارات الى اخره، تبقى ردود الافعال عامله ازاي لما حد فيهم من اصدقائك بيشوفك وبيتكلم معاكي؟ دايما في ذهول، لأن للأسف دائما حاصرين مصر بالقاهرة. شوف بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا ما بحبش أقول أنا 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 كتير، لكن اللي حاب يصدق يعني يتفضل يشوف القناة ويشوف الفيديوهات اللي فيها. دي في بورسعيد اللي أنا شايفه ده صح؟ دي بورسعيد. أيوة ده من بورسعيد. أيوة. حضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أول واحدة اتمشيت في الريف المصري ولفت الانتباه إلى أن الريف المصري جزء من السياحة المصرية. واحد. اثنين، أنا أول واحدة زارت العاصمة الإدارية وصورت فيديو حصد 2 مليون مشاهدة. فيديو فندق الماسة. نعم فندق الماسة اللي أنا بكيت فيه. ليه؟ يا فندم أنا الفيديو ده كله ما بتشوفه ببكي لغاية دلوقتي. ليه طيب؟ أنت مصورة حاجات حلوة أوي. مصر ما بتسهل اللي بيحصل لها. والله مصر تعبت والمصريين تعبوا كتير. أنا اللي دخلني تويتر في ثورة يناير 2011
خوفي على البلد دي. أنا في يوم من الأيام راحت بلدي وأنا نايمة على سريري. وأنا نايمة على سريري. وربنا نجى. ماشي؟ وإحنا من المرابطين على أرض الوطن. ما طلعنا. يا رب دايما. ماشي؟ ويحفظ الوطن. آمين، يحفظنا ويحفظكم، يحفظ أمة العرب أجمعين، يوحد كلمتهم، يوحد صفهم. آمين يا رب، آمين. لازم يعرفون إن إحنا من غير بعض ما نسوى، لازم نكون إيد واحدة، لازم نرجع إيد واحدة. نتاكل لو تفتتنا احنا نتاكل. كشعوب ما عندنا مشكله والله، احنا بنحب بعض والله. هذا بلدكم نموذج مصغر للامه العربيه. عايش السوداني، عايش السوري، اللبناني عايش، الكويتي عايش، السعودي عايش، العماني عايش. مصر امه عربيه في بلد واحد على ارض واحد. نموذج ناجح اهو. طب ما نطبق. عارفه احنا دايما عندنا كده جمله انت اكيد عارفاها بقى، مصر منوره باهلها. لما بيجي اي حد يسالنا نقول لنا مين اهلها؟ اللي هو احنا يعني اللي معانا الباسبور الاخضر المصري، فان احنا بيبقى ردنا اهلها يعني اللي عايشين عليها. فاحنا بالنسبه لنا اهلا وسهلا. يا سلام. البلد منوره، يا احنا بنبقى فرحانين والله أنا العظيم. والله انت هتقول لي، كنت بحكي لك بقول لك فرحت فرحه بمسلسل دفعه القاهره. أيوة. الله، ده اجمل مسلسل شفته في حياتي. ليه؟ عشان بيعرف الاجيال الصغيره بينا، او بيعرفنا باهالينا الدفعة الأولى اللي جت من الكويت الجميلة دي، لأن أنا أحب أصل الكويت بالمناسبة جدا. تسلم، حبيت من الناس اختمرتي بس أنا فعلا بحبها. تسلم. فوالله العظيم ويعرفنا إحنا كمان بأهالينا الدفعة الأولى اللي جت جامعة القاهرة، وتقعد تشوف الشخصيات والناس وبتفكر إزاي وحاجات زي كده. لا، وبعدين أنتوا عندكم مجلس أمة مذهل. مذهل. ده حديث في السياسة هنبقى نتكلم. أيوة فيه بعدين. خلينا لكن فرحانين ومبسوطين. أنا فرحان ومبسوط جدا بوجودك معانا. تسلم، بارك الله. وبإنك جيتي نورتينا في ماسبيرو. تسلم. اللي زي ما بتحبيه أكيد بيحبك جدا. ونورتينا في هذا الاستوديو العريق. تسلم، بارك الله فيك. ونورتي برنامجنا حقيقي. تسلم والله، إحنا اللي تشرفنا. والله العظيم يعني كملت سعادتي والله. لا والله، ده إحنا اللي كملت سعادتنا. تسلم. وإحنا نعتبر دايما إنه كل الكويت نورتنا النهارده في التاسعة. يا بعد عمري تسلم. والله بجد، والله حقيقي. أنا حابة أقول عاشت مصر لشعبها، وعاشت مصر للي بيحبها. عاشت وبنحبك الأمة يا مصر العربية. يا أم الدنيا. أنا مش عارفة أي كاميرا بتصورني. أهي. بحبك يا مصر يا أم الدنيا، وربنا يديمك نعمة علينا يا رب العالمين. تحيا مصر. تحيا وتحيا الأمة العربية. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. شكرا، نورتينا وشرفتينا يا فندم. وأكيد أكيد هنلتقي بعد كده كتير إن شاء الله. إلى أن نلتقي في الكويت الجميلة قريبا إن شاء الله. بإذن الله، إن شاء الله. سبحانه بإذن وتعالى. فرصة بإذن سعيدة. أنا أسعد، ربنا يخليكي. كل شكر لحضرتك. حياكم الله. خلونا نستأذن في فاصل، نعود بعد الفاصل مع أسرة الشهيد المقدم عبد الرحمن عادل. هنقابل زوجته سيدة سلافة إمام اللي تم تكريمها النهاردة بحفل عيد الشرطة، ولاده كندة، ليان، ويونس. استنونا بعد الفاصل.